بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله. هذا السائل أبو هيثم من الأردن يقول: هل الصلاح والتقوى شرط لتعبير الرؤيا؟ وما رأيكم بمن يفسر الرؤى ويحدث مشاكل بين الزوجين؟ تفسير الرؤى ليس شيئا يتعلم، وإنما هو تفرس أو فراسة يؤتيها الله من يشاء من عباده. وأيضا هذا ظني، ما هو يعني يقيني. تفسير الرؤيا ما هو بيقين أنه يحصل، لكنه ظن، قد يحصل وقد لا يحصل. نعم.